أولا إن شاء الله بإذن الله إحنا بدأنا بروفات مسرحية عيلة لسع جدا، اللي هي البنات وزاهر وأنا ومعانا ناس تانية يعني كتير. عايز أقول لك على حاجة، أنا عاشق المسرح طبعا كما هو معروف عني، هو أنا بعمل مش مسرحية واحدة في موسم الرياض، أنا بعمل مسرحيتين، بعمل مسرحيتها بالعربي دي الأصل، وإحنا عرضناها هنا في مصر يعني مجموعة كبيرة من الليالي. وطبعا العودة بتاع أحمد زاهر معهد فنون مسرحية وعشرة قديمة وراجل مسرحي قديم جدا، هو بقى له فترة كبيرة ما عملش مسرح، ولكن إن شاء الله ربنا يرزقنا الخير وتبقى مسرحية اجتماعية جميلة لذيذة كوميدية. مش عارف هسمع السؤال تاني وأشوف.